السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الصيادين في كل جروبات الصيد. يعني أنا عاوز أتكلم عن بعض الأشياء وهي مهمة جدا لكل صياد، من باب فذكر. طيب، يعني السودان بلد جميل، ويعني ناسها طيبين وكريمين، والحمد لله. يعني أخونا اللي بيستفسر من الإخوة المصريين، ربنا يديهم الصحة والعافية، إنه سأجور بلدكم كيف والصيد كيف وطرق الصيد. والله بلدنا جميلة، وبلد يعني ناسها طيبين، ويعني ناس بتحب القوة وبتحب التآخي في الله. الدليل على ذلك يعني في أكثر من 30 ولا 40 مصري يعني تربطني بهم علاقات شخصية، وموجودين الآن معنا في السودان. ومنهم أذكر الأخ الفاضل والصياد الماهر منصور تليمة، الأستاذ منصور تليمة، يعني صياد ماهر بالجد. وأنا يعني كثير زرته وقعدنا مع بعض كثير، وراجل يعني خبير في فنون الصيد. ويعني الإخوة المصريين أصحاب خبرة كبيرة جدا في الصيد، وكذلك السودانيين برضو في السودان في خبرات يعني مهولة وخبرات كبيرة في الصيد. والسودان بلد يعني جميل، ويعني طرق الصيد كثيرة عندنا في السودان. يعني في السودان الصيادين ذاتهم بيتقسموا لعدة أنواع، أو الصيد بينقسم لعدة أنواع. يعني في صيادين المراكب، ويعني ديل متمركزين في شمال السودان، ومتمركزين في مضارب جنوب السودان، مضارب جنوب الخزان، يعني ولاية النيل الأبيض. في ناس بتصطاد بالشبك، وفي ناس بتصطاد يعني بالصريمة، وفي ناس بتصطاد بالجبو، وفي ناس بتصطاد بالسنارات العادية دي. طيب، يعني صيد الشباك طبعا يعني هي شباك بتكون كبيرة بعيون معينة، يعني بتنصب في عين الموية، ودي طبعا بتكون للأسماك الكبيرة. كذلك الصريمة، الصريمة طبعا يعني شركة بيكون بالطعم الحي، القراميط أو الأسماك الصغيرة أيا كان نوعها، وبيطعموا بها السنارات الكبيرة دي، وبيبيتوها في الموية الصباح بتجي تلقى رزقك. وكذلك شركة الجقو، يعني الجقو مشهورين بيه في السودان، يعني اخواننا الهوسة. دي طريقة شركة الجقو، بيجيبوا السنارات الفاضية دي، 1000 سنارة، 800 سنارة، 2000 سنارة، حسب استطاعتك انت، وبتنصر فارغة بدون اي طعم. يعني شركة الجقو بدون اي طعم، وبتنشر او بتنصر امام عين الموية او اماكن الحشائش، واي سمكة جات مارة كبيرة ولا صغيرة يعني بتعلق في السنارة دي، بيتم القبض عليها فبتتشبك في السنارة دي. يعني 95% من صيادين السودان، أو 98%، هم بيميلوا لصيد الاستمتاع بواسطة الأعواد زي ما بيقولوا أخواننا المصريين، أو السنارات أو القصبة. يعني 95% من الناس في السودان يعني بيستعملوا السنارات دي. وعندنا في السودان أشهر ولاية، يعني إحدى أشهر الولايات السودانية بالأسماك، هي ولاية النيل الأبيض. ولاية النيل الأبيض يعني باعتبار إنه كل المضارب أو الأدوار الموجودة في ولاية النيل الأبيض، يعني لو مسكتها من يعني جبل بريمة لود البلال للحجر الشرقي، وإنت ماشي على الكنوز وصلت أركز، حجر الغنم، الشيخ موسى، الخلوات، قبة الصايم، الدناجيلة، خور الصنود، وإنت ماشي كل ما اتجهت جنوبا الأسماك متوفرة بكثرة، نسبة لأنه يعني المناطق دي مناطق مهيئة تماما للأسماك. يعني في المناطق دي ذاتها أتذكرت أنا دي، يعني كلها يا لقيت فيها محال أو حجار أو صدف حي موجودة في كل المضارب دي. ومن أفضل المضارب اللي هي مضارب ولاية النيل الأبيض بكافة يعني مسميات مضاربها دي وأدوارها دي، يعني مناطق أصلا ما فيها كلام. طيب، بالنسبة لل يعني الشغلة بتاعت الأرزاق، ويعني الأخ سألني إنه أنا والله يا سأجور
يعني قدر ما امشي اي مضرب ما بضبط، وبجي راجع خاوي اليدين. وقبل كده كنا في مركب والناس اللي معي يعني اشتغلوا شغل تمام وانا ما قبضتها. وطبعا العنصر الاساسي اللي تعلمناه من الناس اللي علمونا، العنصر الاساسي في الصيد هو الرزق من ربنا سبحانه وتعالى. يليه طوال العنصر الثاني الصبر، يعني الصبر ذاته يعتبر جزء من الصيد. فانت قبضت او ما قبضت يعني الشغله مربوطه برزقك انت، السخر لك ربنا سبحانه وتعالى. اذا انت قبضت والناس ما قبضوا غير، او انت يعني بتشوف انه كل ما تمشي مضرب ما بتضبط، يعني ما في العله ما منك انت، يعني الشغله فيها رزق. العنصر الاساسي في الصيد رزق، تليه بعض الفنيات يعني زي مثلا برنامج التميمه، والبوط مره ماكل عايم ومره ماكل نايم، ومره ترفع التقال شويه من السنارات، ومره تنقص التميمه، ومره تزيد الغرب، ومره تنقص يعني دي فنيات انت ممكن تستخدمها. لكن في النهايه العنصر الرزق، يعني هسه بتلقى زول بيصطاد له فتره طويله جدا في الصيد وزول خبير في الصيد، يسوق معاه زول اول مره يمشي البحر، بتلقى زول لقى بطل سمكه كبيره، ودي حصلت قدامي انا. طيب بالنسبه لبرنامج العلفات، يعني الاخوه اللي سالوني من العلفات وكيفيه استخدامها في المقطع الفات، يعني اتكلمنا في انه العلفات ذاتها بتتقسم لنوعين. يعني في علفه بتكون بيطين بتخلط بالطين ايا كان نوعها، وفي علفه بتكون رش ساي. العلفه اللي بتكون رش دي دائما بنستخدمها في الترع. ليه؟ لانه الترع التيار فيها خفيف، يعني التيار ما غوي، يعني زي صيد المراكب. العلفه اللي بنستعملها زي ما قلت انا الرش دي بتكون للترع، لانه التيار فيها بتكون خفيفه ايا كان نوع الترع دي. لكن بالنسبه لعشاق صيد المراكب، يعني الناس اللي بيتجهوا جنوبا بيبحروا جنوبا، يعني مضارب شمال الخزان وجنوب الخزان، انت لازم علفه دي سواء كانت دخن ولا عيش ولا ايا كان نوعها، انت بتخلطها بيطين بشكل يعني كور دائريه وتخليها تجف، وبعد ما تصل مضربك بتقوم ترمي علفتك دي تحت المركب باعتبار انها هي بتكون ثابته. لكن اذا العلفه ذاتها بتاعتك دي انت ما خلطتها بيطين وانت بتصطاد في مركب، لو رشيتها غرب المركب ولا تحت المركب ولا ورا المركب ولا قدام المركب، التيار بيكون قوي وبسوقه والسمكه بتسرح مع العلفه، وانت هنا بتكون يعني قاعد سيتنج سايد. فعشان كده العلفه بتتقسم لنوعين، علفه رش ودي بنستخدمها في الترع لانه التيار خفيف، وعلفه بتكون بيطين لانه بنستخدمها نحن في صيد المراكب، لانه عشان تكون ثابته تحت ويعني بتلم عليك السمكه. طيب بالنسبه لموضوع الكرد، يعني احنا قبل اليوم اتكلمنا في انه يعني الكرد ذاته بينقسم لانواع. في كرد ممكن يكون حنيني فيك معاك، وفي كرد ما فيك معاك. لكن انا الكلام اللي بقوله ده يعني في ناس خبره هنا، انا ما اقدر اقلل من شانه، لكن من باب يعني الكلام من باب فذكر، فنحن لازم نستفيد من معلومات بعض. يعني اي زول ممكن ياخذ نقله من اخوه، دي اصلا ما فيها مشكله ولا عيب، حتى لو انت كنت خبير ولا كنت مبتدي، برضه لو لقيت لك نقله من اخوك بتكون يعني اضافه بالنسبه لك بالنسبه لموضوع الصيد، لانه الصيد ذاته كل يوم فيه حديث، في حاجات مستحدثه في عالم الصيد. يعني انت وصلت بالنسبه لصيد المراكب كلامي ده، وصلت اذا انت بتصطاد في الخلوات، بتصطاد في الشوال، بتصطاد في يعني جبل بريمه، بتصطاد اي صيد بتاع مراكب، انت وصلت اول ما وصلت وحربت قلوبك وشلت المدر حددته، او بتاع المركب حدد لك الحجر وين، واتفقت كلكم على المضرب ده، شرعت في انك انت تفرس سنارتك وتظبط طولك في التميمه. السنارتين اتحدل في التميمه تديهم صارقيل الاثنين، تطعم الاولى والطعم الثانيه. ليه؟ لانه انت في اثناء ما بتوزن الغرب التقال بينزل السنارات تحت، وانت بتوزن في الغرب قد تكرد. اذا كردت والسنارات دي فاضيه ما فيها صارقيل، حتضطر تقطع ثاني، ويمكن تفقد السنارات، ويمكن تفقد فلتك وتفقد التقال، وتقعد تربد من جديد والناس داقين. عشان كده اذا طعمت السنارات دي قبل انت ما تنزل عصايتك تطعم السنارات، بعد ذلك تنزلها توزن الغرب بتاعها، باعتبار انه لو كردت بتجي سمكه يعني بتفك لك الكرد ده. ده بالنسبه للاخوان اللي بيصطادوا في بيحبزوا او العشاق يعني صيد المراكب. طيب بالنسبه لاخونا اللي بيستفسر من انه يعني ما هو الحباس،
الممتاز يعني لاستخدامه في عمليات الصيد البلطي. طيب احنا في المقطع الفاز ذكرنا انه الحباسات بتتقسم لثلاثة انواع، الحباسات بتتقسم لثلاثة انواع. احنا يعني زمان كان في حباسات تقليدية لما نتعلمنا الصيد زمان والناس اللي علمونا، انت كنت بتجيب لك يعني مثلا ما كان في فلل، بنجيب السفنجة دي بتقطعها يعني وبتربطها بخيط عادي يعني، وبتجيب لك شوكة يعني مثلا مرات بتغوزها في طرف السفنجة دي، أو مرات بترفع السفنجة لفوق وبتكروها وبتجدع سايد. لكن يعني قبل ما تجي الحباسات دي بنجيب الفلة العديدة بنغوص فيها شوكة، وشوكة تكون قوية وبنشتغل بها. لكن الحباسات التي حاليا المستحدثة حباس البلاستيك والفراشة، حباس الفراشة، وفي حباس سلك التلفون. طيب حباس البلاستيك أفضل ليه؟ حباس البلاستيك ذو أفضلية ليه؟ لأنه هو يعني إذا الغرف بقى 30 متر حباس صغير أسود وبخش معاك بكل لافي جوا المكنة مع الخيط، يعني ما عنده مشكلة، وخروجه ودخوله سهل في الحلقة الأولى بتاعت اللبلوب بتاعت العصاية، ما بدقر لأنه حجمه صغير جدا. فيعني حباس البلاستيك أنا بنصح كل صياد يشتغل به لأنه ممتاز، وأنا صياد حاليا شغال به. بالنسبة لحباس الفراشة هو حباس يعني ما فيه كلام، لكن بالنسبة لصيد المراكب لا ينجح تماما. صيد المراكب ما بينفع يعني في جبل الطينة في التريس في غرق مثلا متر مترين متر ونص، يعني انت ممكن تشتغل به هنا في المناطق دي. لكن مرات انت جنوب الخزان بتكون في مضرب الغرق بيكون 4 متر مرات 5 متر مرات 3 متر ونص، فانت لو ثبتت الحباس على ال 3 متر ونص او ال 4 متر او المترين ونص، اذا قد لك قطعة سمحة، فاثناء ما انت بتلف المكنة الحباس الفراشة ده ما يتغازيه في الفلة بسير الفلة بسير الفلينة، الحباس ده بدقر فوق في الفتحة بتاعت اللبلوب، الفتحة الأولى بتاعت العصاية بتدقر في الحلقة الفوق دي، فشغلتك بتكون مجهجهة لا تقدر ترفع السمكة ولا تقدر. عشان كده يعني أنا ما بنصح صياد يشتغل بحباس الفراشة. بالنسبة لحباس سلك التلفون هو حباس ممتاز وقوي وثابت، يعني أنت وزنت في غرب معين تاني لا بزح ولا بنقص ولا بزيد، اعتبار أن أنت يعني بتلف لفة محكمة في داخل الخيط. لكن ما مرغوب ليه وما ينفع في الصيد، لأنه يعني حباس سلك التلفون ده داخل الحباس ذاته في سلك رفيع أحمر كده لونه ومغطى بالبلاستيك ده، انت لما تنزل الغرق وتزيد الغرق وتنزل الغرق يعني البلاستيك بتاكل فبيصهر السلك ده، هو ده بيحدث المشاكل في الخيط. يعني انت بتمسك الخيط بتلقى الخيط خشن او فيه خدوش، فانت بعد كل فتره هتضطر ترفع الحباس وتقطع وتاني تزيد الغرق وتربي السنارات من جديد. عشان كده حباس سلك التلفون ما مرغوب ولا يصلح للصيد تماما. الحباس الممتاز هو حباس البلاستيك، لانه كل ما دخل المويه ازداد مرونة ويعني بيقى طري وبيقى لين وما فيه مشكلة، مهما الغرق بيقى كتير 20 متر 10 متر 8 متر هو بليف جوا مع الـ مع الـ مع الخيط داخل المكنة. طيب بالنسبة للأخ اللي بيستفسر من انه يعني انا والله يا ساجور الناس بيقى تغنج علي والجروبات ذاتها بيقى ما فيها مصداقية والناس ما بتوري المضارب، هو والله طبعا يعني في ناس الواحد لو وصل له مضرب وربنا اكرمه ما بيوري زول ولا بدي معلومات عن المضرب ده ولا بيقول لك انا يعني مثلا يعني قبضته في الحته الفلانيه والمضرب ده مضربي، لكن انا بشوف انه يعني ده كلام ما مظبوط. ليه؟ المضرب اللي انت بتغنجوه على اخوانك انت ذاتك في ناس وروك المضرب ده. طيب مضربك ده إذا الليلة أنا شفتك أنت نظفت المضرب وبذلت فيه مجهود وكان ذلك أمام عيني أنا ما بقعد فيه، مش ما بقعد فيه لأنه هو مضربك، ما بقعد فيه لأنه أنا شفتك أنت بذلت مجهود في المضرب ده وتعبت فيه عشان كده أنا ما بقعد فيه. لكن أخوك البيض طايش ساي، يعني مرات تجي تلقى زول يقول لك الزول ده قاعد هنا وأنا ده مضربي والمضرب ده أنا نظفته وعلفته امبارح والزول ده كيف يقعد في المضرب ده، ده كلام ما مظبوط، باعتبار انه الصياد اللي بيجي بيقعد على الله ده هو ما بكون هو عارفك انك انت علفت المضرب ده
ولا بكون عارفك انك انت كبيت عارف في المضرب ده، ولا بكون عارفك انك انت دخلت المويه وتعبت ونضفت المضرب ده. ده زول بيجي بيقعد على الله، وانه البحر ده بحر الله، او الترعه دي يعني جاي من البحر والشغله كلها حقت ربنا، بيجي بيقعد. عشان كده انت تجي زول في مضربك ولا تفتعل معه مشاكل ولا عندك معه مشكله ولا تديس مضرب من زول، لانه في النهايه وفي البدايه انت ربنا اكرمك، ادي الفرصه لاخوانك بمعلوماتك اللي تديها لهم عشان ربنا كمان احتمال يكرمهم. يعني انت اذا انت مضربك ده مغرم بيه وبتعتقد انه البلط في مضربك ده بس ما بدأت توريه لاخوانك الصيادين، انت لو سالوك قول والله انا ضد البلط ده دقيته في صالحه، دقيته في جبال الطينه، دقيته في فور الصنط، دقيته في الفشاشويه. يعني انت ما بتحدد مضربك بالجي بي اس للناس، لكن انت ممكن توري والله من البلط ده انا يعني دقيته امبارح ده ممتاز في صالحه، صالحه كبيره، دقيت في التريس، التريس فيها اكثر من 12 ترعه. يعني ما في زول طلب منك انك انت تحدد مضربك بالتحديد للزول عشان يجي يقعد فيه والخسرت فيه، لا. لكن انت خليها عايمه، قول والله يا اخي يا جماعه المضرب ده البلط ده انا دقيته في الحته الفلانيه، بعد ذاك هو رزقه، يصل هناك قبض ما قبض، يعني دي الحاجه ربنا كاتبها له. وبعد ذاك الشغله كلها ارزاق والناس كلها اخوان طالما موجودين في مجموعه واحده. يعني انا بشوف انه لو الزول يعني ادى معلومات عن المضرب يعني اصلا ما في مشكله. يعني انت ما تحدد مضربك دقيت فيه وتعبت فيه، لكن خليها عايمه، دقيت في صالحه في مضرب انت تعبت فيه قول انا دقيت في صالحه. الزول ده ما حيقدر يعرف انه المضرب ده حقك انت دقيت فيه، لانه صالحه ذات مضاربها كثيره. وبعد ذاك الشغله بتكون يعني مساله رزق والرازق ربنا. طيب بالنسبه للاخوان اللي بيستفسروا من ما عارفين وصف المضارب، بالنسبه لمضرب صالحه انت بعد بالغرب الكلام ده بالغرب، بعد جد بالغرب فتة صالحه ماشي، انت فتة الجامعه الاسلاميه وفتة صالحه تكون ماشي طوالي، بعد تفوت خور القيعه بتلاقي محطه القيعه النهائيه فيها الحفلات والعربات والمطاعم والسوق، ده اول يترني شمالك ده بدخلك جوه مضرب صالحه. بالنسبه لمضرب التريس انت ماشي طوالي بعد القيعه وانت ماشي متجه جنوبا بيجيك مبنى بتاع القوات المسلحه لونه اخضر على يدك الشمال، انت ماشي طوالي اول يوتيرن على يدك الشمال الزلط ده بدخل الترعة التريس، وهي فيها يعني اكثر من 12 ولا 11 ترعة. يعني بعد ذاك انت بتشوف الترعة تختارها والرازق ربنا. بالنسبة للغرب مضرب الميل او حجر الغرب، انت بعد ما تطلع من اليوتيرن بتاع رفط المطار بالغرب وانت ماشي بيجيك المثلث بتلقى فيه موقف حفلات هناك، وفي زلط خاشي شمالك بتفوت بالزلط ده شمال بتكون ماشي طوالي، بعد شويه بتشوف يمينك في الحجار مرصوصه وتلقى اخوانك الصيادين موجودين في المنطقه دي، ويعني برضو شايف قالوا سندس الايامات دي ماكله. لكن طبعا بالنسبه لسندس مضاربه محدوده وفيها غلطي ممتاز، لكن تمشي بدري. يعني في ناس بيمشوا مرات بيصلوا الصبح هنا يعني سندس، وبرضو شايف مضربه تريس ترعه جوز النصيري يعني برضو ممتازة فيها ديوك، وفي ناس الأيامات دي مسترزقين هناك. وطبعا هي يعني جماعة قصة الصيد دي ربطتنا بناس، يعني أصبح والله في تداخل أسري بيناتنا. يعني ما شغلة بتاعت بلطي والمضرب وين، وأنا والله العظيم يعني أنا لازم المضرب ده أدسه من الناس وأنا ما أكلم الناس. يعني أنا بحبز والله وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الجروب لسه نحن فيه ده فيه قريب 5000 عضو. في ناس الجروب يعني ذو خبره كبيره اكثر مني انا ذات في مجال الصيد اصلا حاليا موجودين. فانا بشوف لو كل الناس زيل فعلوا معلوماتهم او اي زول ادانا معلومه سواء كان بمقطع صوتي او فيديو او رساله نصيه بالنسبه لاخواننا المبتدئين عشان الناس تتعلم، ونتبادل الخبرات مع بعض ونتبادل المعلومات مع بعض عن السمك وعن يعني اماكن تواجد السمك، ويعني الشغله بعد شويه الناس كلها بتتعلم. ويعني المسألة ما تكون انه والله انا موجود في الجروب ده عشان اشوف المقطع الرسالة من الخلوات وعشان اعرف المضرب وين وعشان والله ساجور ده يورينا. صح انا بوريك اي حاجة في راسي بعرفها انا بقولها لكم يعني للفائدة العامة ما اقل ولا اكتر، لكن برضو الناس الموجودين الخبر اللي قاعدين داخل المجموعة يعني برضو يعني مدونا بمعلوماتكم، ويعني اي زول عنده معلومة في راسه يدينا لا سواء كان بمقطع صوتي ولا فيديو ولا رساله نصيه، باعتبار انه الناس تقدر تستفيد كلها يعني مع بعض، والمبتدئين المعانا ذاتهم يستفيدوا ويعرفوا كل يوم الزول يعرف له مضرب جديد ويعرفوا سبل الصيد وطرق الصيد، لانه موضوع الصيد ده برنامج الصيد ده كل يوم بيكون فيه يعني
شيء جديد وشيء حديث. عشان كده كل ما الناس اتكاتفت بالمعلومات كل ما الجروب ذاته يعني مشى لقدام، والناس ذاته كلها يعني بقت يعني عندها خبرة كبيرة في الصيد. ويعني ودي المعلومات أنا أقدر أوصلها لكم، ويعني موسم خير وبركة على الجميع. وفي النهاية نصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا وغرة عيوننا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.